اول حاجه هعملها النهارده هحدد شفايفي بليب لاينر من ماك الدرجه اسمها سبايسي، وهبدا من تحت على حرف الشفايف، ياريت ما نخرجش بره. خلصت تحديد الشفايف، هستخدم دلوقتي درجه من كيكو 103، هحطها وهقول لكم رايي فيها. هي نفس درجه الليب لاينر اللي انا استخدمته، بحب استخدم قبلها ليب لاينر عشان يبقى الليبستيك ثابت معايا. حسيت ان هو بيلزق شوية، وان احنا لازم نستخدم الليب جلوس الشفاف اللي هو محطوط معايا في نفس القلم، بس ما حبتوش. استخدمت الدرجة دي من تو فيست ليب جلوس، حسيت ان الدرجه اللي قبلها من كيكو ما عجبتنيش، مش لايقه على اللوك. وكده بقى خلصت اللوك كله، مستنيه رايكم واللايك والفولو.